هكذا يبدو المشهد في نهر. تتسارع خطوات هؤلاء من جديد بعد هدوء طويل لتحرير ما تبقى من المديرية الأكبر في صنعاء. مواجهات عنيفة تشهدها جبهات القتال هناك بين قوات الجيش من جهة والميليشيا من جهة أخرى. معارك الساعات الأخيرة حملت تقدماً من قوات الجيش الوطني في المنطقة، حيث أكدت مصادر عسكرية تمكن قوات الجيش من تحرير مواقع كانت تتمركز فيها الميليشيا في جبل المعابر والغضاريف والمعين والصفاح التابعة لمنطقة بني بارق في مديريتنا. وعلى بعد كيلومتر من منطقة بني بارق كان الجيش يحرز تقدماً آخر في المديرية في منطقة جبل يام والمدفون بعد تحرير عدد من مواقع الميليشيا. حصيلة المواجهات أدت بحسب ذات المصادر إلى مقتل وجرح العشرات من الميليشيا، فيما لاد الآخرون بالفرار. وبالتزامن مع المعارك على الأرض لم تتوقف أيضا مقاتلات التحالف من شن سلسلة غارات استهدفت مواقع الميليشيا في منطقة مفرق ضبوعة، ما أدى إلى تكبيدهم العديد من الخسائر في العتاد والأرواح. ويسعى الجيش إلى تكثيف عملياته في نهم بغية استكمال السيطرة على المديرية في خطوة ممهدة للوصول إلى صنعاء.